السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. صح، ممكن اسالك سؤال؟ نعم. ممكن اسالك سؤال؟ ممكن، بس تكون لطيف كده. في حاجة اسمها لطافة يا حبيبي، مش غلظة. في حاجة اسمها لطافة كده. اتفضل. اتفضل. تولد ولا بنت الأول؟ عندي أخ. عندي أخ. ولد ولا بنت أنت؟ نعم. ولد ولا بنت؟ أنا بنت. طيب البنت تكون حنينة رفيقة شوية كده، مش كرباشة. ماشي، اتفضلي. أسأل حضرتك. لا حرج، اتفضلي. ما السؤال؟ قول حضرتك، عندي أخ تقي وبيدعي في سجوده إن هو يتزوج مرة معينة، والمرة ديت متزوجة كده، دعاء حرام ولا حلال؟ حرام حرام حرام. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. اللي يفسد امرأة، اللي يفسد اسمع الكلام، اللي يفسد امرأة على زوجها مرتكب كبيرة. هو بيدعي في السجود وهو ملوش علاقة بيها وما بيتكلمش معاها. طب ما بيدعي باسمه، قطعت رحم مستجاب لعدكم ما لم يدعو باسم. انت لما تدعي في السجود قل: اللهم خرب بيت فلانة، يا رب انا بحب اقابل بيت زوجتي تطلق يعني. ها؟ يجعلها من نصيبه. نصيبه ايه؟ متزوجه يعني. انت الان، انت الان مثلا، انت الان انت تقولين بتحب واحد، انت متجوز، قل: يا رب زوجتي تموت عشان اتجوزه. حرام عليك ولا حلال يعني؟ حرام. حرام. قولي مثلا: ربي ما فيش مشكله، ربنا يزوجني اياه زوجه ثانيه مثلا تمشي، لكن يا رب يموت زوجتي تموت من اجل الزوج، لا. ليس منا. ماشي ماشي، هو ما يخببش في السجود، جلس يده. ينفع عبد الرحمن كده؟ لا يصلح.